أنشد الشيخ النقشبندي ابتهالاً على ألحان بليغ حمدي بأمر رئاسي ليموت الاثنان ويبقى الابتهال خالداً. بدأت الحكاية عام 1972 في خطبة ابنة الرئيس السادات، عندما طلب من بليغ والنقشبندي أثناء حضورهما الحفل تنفيذ عمل يجمعهما، وكلف الإذاعي الكبير وجد الحكيم بفتح استوديو الإذاعة لهما ليلتقيا فيه حتى يتم إنجاز العمل بالكامل. وافق الشيخ النقشبندي على مضض تقديراً للسادات، ولكنه ثار بعدها على الحكيم وقال له: لا يمكن أن أنشد على ألحان بليغ الراقصة، اعتقاداً منه أن الابتهالات الملحنة تفسد حالة الخشوع على المستمع، كما طلب منه أن يعتذر لبليغ ويبلغه سبب رفضه للتعاون. وبعد محاولات اقتنع النقشبندي بأن يستمع للحن أولاً ثم يقرر، وبالفعل اصطحبه الحكيم إلى الإذاعة على أن يكون بينهما إشارة يفهم منها الحكيم رأي النقشبندي في اللحن دون إحراج لبليغ. فإذا خلع الشيخ الجليل عمامته فهذا دليل على إعجابه باللحن، وإن لم يخلعها فيعني ذلك أنه لم يعجبها، وعلى وجد الحكيم وقتها إنهاء اللقاء. وبعد نصف ساعة دخل وجد الحكيم إلى الاستوديو ليفاجأ بالنقشبندي، إذ وجده قد خلع العمامة والجبة والقفطان من شدة إعجابه باللحن، ليخرج في النهاية ابتهال مولاي، ويظل واحدا من أعظم الابتهالات الدينية. بعد نجاح الابتهال أصبح الشيخ والملحن صديقين مقربين، وتابعا نجاحهما في إنتاج ابتهالات عديدة. شاركنا، هل تؤمن بضرورة الانفتاح على التجديد وتجربته قبل إطلاق الأحكام المتسرعة؟